يتعلق باليمن أن قيادة مجلس التعاون الخليجي تستحق الإشادة والثناء. السعودية شريكة في هذه الإطار، وضعت الأساس للانتقال السلمي للسلطة، ونحن الآن نعتقد أن اليمن أمامها فرصة سانحة لأن تتوحد حول قيادة مختلفة، والطريق إلى المستقبل هو طريق طويل، ولكني أدرك أن السعودية وغيرها من الدول والولايات المتحدة كلها ملتزمة بتقديم المساعدة، ولا الأمر لا يتعلق بعض الناحية السياسية، نحن نريد أن نساعد الشعب اليمني فهم في أمس الحاجة للتنمية والمساعدة وغير ذلك من أشكال المساعدة حتى يتمكنوا من البدء في جني ثمار حكومة جديدة تود أن تساعدهم.